الخير لا تدري بمن أعطي سأتيك الثمن والله لا ينسى وكم بالخير قد رفعت محن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حاليا في دولة تشاد وفي ضمن افتتاح عدة مشاريع من الآبار، سواء كانت الآبار الارتوازية أو الآبار السطحية. فضل الله سبحانه وتعالى هذا المشروع وهو بناء وحفر الآبار، الوقف الكبير كان لهم مساهمة كبيرة وفاعلة فيه. هذه أحد الآبار الارتوازية اللي ساهموا فيه الوقف الكبير، بير في هذه القرية اللي ما فيها إلا هذا البير الارتوازي يخدم مئات الأسر بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقف الكبير لهم مساهمات عديدة ومتنوعة معانا في مشاريع فرع شرق أفريقيا، من طباعة المصاحف والإغاثات وتنميم وصيانة المساجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم فيما يقدمون وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، والحمد لله رب العالمين.